ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده كنت حابه اكلمكم عن تجربتي ان انا اشتريت لازوردي اونلاين. لو انتي مش حابه تسمعي الفيديو وحابه تعرفي نصيحتي هل اشتري من لازوردي اونلاين ولا لا، فانا اجابتي لا. ولو حابه تعرفي ليه فانا هوضح لكم الاسباب دلوقتي. في كذا عيب في الموقع بتاع لازوردي او اونلاين. اول عيب ان مش كاتبين لك كام جرام القطعه اللي انت بتشتريها، انت بتشتري بالقطعه مش بالجرامات. تاني عيب مفيش عارضه ازياء او موديل لابسه الحلق او لابسه الخاتم بحيث ان انت حتى تقدري تقدري حجمه كبير حجمه صغير شكله عامل ازاي في اللبس، لا مفيش الكلام ده. ثالث حاجه ان انت ممكن تشتري النهارده وبكره ينزل عليه تخفيض 20%، وده اللي حصل معايا. هبدا اكلمكم بقى عن الفيديو. بتشتري من لازوردي تقدري تدفعي كريدت كارد، تقدري تدفعي بيبال، او تقدري تدفعي عند التوصيل، وده اللي انا اخترته. بعد ما بتعملي الاوردر بتاعك اونلاين في حد بيتصل بيكي تاني يوم على طول تبعهم وبيأكد عليك الاوردر وبيبعتولك وبيأكد عليك الاوردر وبيقولك انك هتستلميه في خلال اسبوع، وفعلا ده وصلني في خلال اسبوع. كنت طالبه الحلق ده عبارة عن هلال ونجمة واشتريته ب1750. الكلام ده كان السنة اللي فاتت في نفس الوقت كده، يعني شهر 9-8 في الحدود دي، واشتريته ب1750 من بدون اي تخفيض. هو دلوقتي تمنه رفع بسبب ان الذهب رفع وكده، وعيار 18، كل اللي على الموقع عيار 18 اعتقد. وبعد ما اشتريته ب1750 جت العروض الجمعة البيضة بقى ب1250، يعني 500 جنيه كده راحت في الهواء في خلال كام شهر بس. طبعا ما كنتش اعرف، وتقدروا تتخيلوا حجم الغيظ، يعني 500 جنيه فرق. المهم الخاتم وصل، اتصدمت من حجمه الصغير خالص، وده بسبب ان هما مش كاتبين هو كام جرام، ومفيش عارضة ازياء او حد لابسه علشان تشوفيه، هي مجرد صورة بس على الموقع. الخاتم الحلق صغير جدا لدرجة الهلال ده لو فتحت الحلق بتاعتك او فتحت ودنك كبيرة ممكن يعدي عادي بكل سهولة، وجربتها بتحسي بيه بس بيعدي. تاني حاجة بقى من صدمتي، رحت عند السايغ كذا واحد، رحت عند 3 اقيس الحلق اشوفه كام جرام، لقيته مش مكمل جرام، 850 ملي. كان 850 ملي بالظبط، في اللي كان بيقولي 860-850 بس ما وصلش ل900. وجرام الذهب العيار 18 في الوقت ده كان ب900 جنيه، في الحدود دي كان 900 جنيه 950 850، يعني في الحدود دي. فلكم ان تتخيلوا وزن الحلق 850 جرام، 850 ملي مش مكمل جرام، ب1750 وما فيش شهرين ونزل 500 جنيه. فبصراحة ما حبيتش تجربة الشراء ابدا. انا اللي خلاني اشتري مش عارفة ايه اللي كان حاصل في دماغي الحقيقة، كنت بشتري وخلاص شكلي مش عارفة ايه اللي كان حاصل لي. كنت حابة الاشكال كتير على لازوردي، اشكالهم حلوة بصراحة، كل حاجة حلوة، الاشكال سيمبل وبسيطة. فاحنا عندنا اللي هنا في البلد يعني بتوع الذهب وكده اغلب الحاجات كبيرة وتقيلة وأطقم كتير، يعني حاجة تقيلة اللي هو مفيش حاجة خفيفة تقدري تشتريها سيمبل كده ليكي كبنوتة، أو مثلا عايزة تهدي بيها نفسك تهدي بيها حد، مفيش الكلام ده. بس الحقيقة يعني لو انتي حابة تشتري من لازوردي أونلاين منصحكيش، يعني أنصحك لو هتشتري دهب هتشتري حاجات تقيلة زي كده تروحي المكان وتشوفيها وتعينيها بنفسك وتشوفي شكلها عليكي عامل ازاي أفضل كتير من الأونلاين، خصوصا وان الاونلاين مش حتى عارض لك الصوره وحد لابسها، وعارض لك مجرد صوره كده وخلاص، وانت بتتفاجئي بالشكل وبالحجم والجرام، مش كاتب لك حتى وزنه كام. اما لو انت بقى مش فارق معاكي يعني الفلوس وربنا رزقك وحابه ان انت تهدي نفسك بيها، فانصحك يعني تستني مثلا وقت العروض، هما بيعملوا عروض كتير على الاعياد وعيد الام وعلى الجمعة البيضة، بيكون العروض ممكن توصل لخصم 40%. فاستني شوية لان التوفير بيكون اكبر، لان ده انا بقولك يعني 500 جنيه كانت فرق مجرد بس ان انا اشتريت قبل الجمعة البيضة بشهرين. بعتذر عن الصوت، انا عيانة وكمان المايك مش مساعدني وصوت الهوا،
فحابه ان شاء الله، بس حبيت ان انا انزل لكم الفيديو لان انا كنت عايزه انزله من زمان وعدت سنه ومنزلش. درجه الذهب سعره اتغير والحاجه اتغيرت، يعني شهر 11 قرب الجمعه البيضاء، لو انت في عينك على حاجه او كده. بس انصحك يعني لو حابه حاجه من الازور دي او كده روحي وشوفيها قدامك، لو انت في حد فاتح جنبك الازور دي، او مثلا ممكن بقى تقولي للصايغ اللي جنبيكي بتاع الذهب اللي جنبيكي توري له صورة حاجة معينة وتخليه يطلبها لك يكون أفضل. وأشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله، ومع السلامة. بس حبيت أشارككم تجربتي، ولو أنت اشتريتي من لازورجي أونلاين قبل كده وكانت تجربتك أحسن مني أو أسوأ أو شبهها اكتبولي في الكومنتات. أشوفكم على خير إن شاء الله.